عليكم، ازيك يا بنات؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. انا منى من قناه خس نفسي معموله وبس. طبعا الحمد لله ابني خرج من الحضانه الحمد لله وروح بيته، لان احنا كنا عند جدته وروحنا البيت، فما كنتش بعمل فيديوهات طبعا عشان اللي حصل، طبعا الحادثه اللي حصلت دي، و انا من ساعتها والله لحد دلوقتي مش مستوعبة اللي حصل يعني. فربنا يرحم الشهداء كلها يا رب، ويصبر اهلهم يعني. مفيش كلام يتقال بصراحة ولا حاجة تصبرهم يعني، بصراحة بجد. فربنا معاهم والله، ويصبرهم على الكارثة الكبيرة دي. فحبيت ان انا يعني كل اشكر برضو كل الناس اللي سألت عليا وعلى عمار، وكانوا دايما بيسألوني، وانا كنت والله مش بعرف ارد قوي لاني كنت تعبانه، وما زلت والله الجرح لسه تعبني برضو، بس الحمد لله يعني، الحمد لله احسن من الاول. وحابه برضو اقول لكم ان شاء الله هبدأ دايت من الاسبوع الجاي. للي حابب يعني ينضم معايا في الجروب التاني، لان الجروب الاولاني اتملى وما كنتش عارفة ادخل فيه حد جديد، لان هما كانوا فيه بنات كتير خست وثبتت فيه كمان، فعشان كده ما كنتش عايزة اظلم حد يدخل وما بقاش عارف حاجة وكده. فبإذن الله هبدأ دايت ان شاء الله من الاسبوع الجاي. كنت عايزة برضو اقول سبب ان اللي خلى عمار دخل الحضانة، ان هو كان نفسه سريع وما كانش ينفع يطلع من يطلع على طول يعني على البيت، هو قعد 3 ايام. فالموضوع ده فيه ناس ما بتاخدش بالها منه، وممكن يعني هو بيرضع يتخنق او حاجه، فعشان كده ما رضوش يطلعوه على طول على البيت يعني. فتاخدوا بالكم من الموضوع ده، هو كان سبب ان هو نفسه سريع، ان هو كانت حركته كتيره وهو انا حامل فيه يعني. كانت الدكتوره قايله لي ان هو حركته قويه شويه، فبس فحبيت ان اقول السبب اللي خلاه يدخل الحضانه، وان الامهات تاخد بالها برضو من المواضيع دي. ان انت لو حسيتي ان هو بيشرق، ان هو نفسه بيتنفس بسرعه وهو لسه بيبي يعني ايام، تعرضي الموضوع ده على الدكتور يعني، انه بيبقى خطر يعني. بس كده، وان شاء الله بقى الفترة الجاية هظبط بقى النظام الدايت والنظام بتاعي ازاي وكده، لان الوزن زاد طبعا. وكل اسبوع ان شاء الله برضو هعمل فيديو وانا بوزن نفسي على في فيديو يعني، كل جمعة ان شاء الله هوزن نفسي وهنزل الفيديو اللي انا وزنت عليه يعني، نزلت قد ايه كل اسبوع ان شاء الله. بس كده، واتمنى بقى ان انتوا تنتظموا وبس، واشوفكم بقى ان شاء الله في فيديوهات جاية كتير مع بعض، وصفات وانظمة ورياضة وكده. فاستنوني بقى بإذن الله.